جود مورنينج جود مورنينج. سفر كتير بعرف، بس برجع على لبنان وبشتاق ابرم لبنان. ما بنام بوعى كتير بكير، بخلص اخر الليل تفرجيكم لبنان مش تبع الاخبار، لبنان تبع ناس طيبين، لبنان تبع العالم عبالها تشتغل، لبنان تبع الحركه والحياه والضيع والاشياء كتير حلوه، لبنان الطقس الحلو، لبنان الاكل الطيب، لبنان 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 اكتر واكتر. النهارين كتير حلوين، ميني مشوار انا وراي رح نبرم نتسلى، فرجيكم كم كيلومتر من جونيا للبترون، برمي كتير كبير على اكتر من 20 وقفه كلهم ببلشوا هلا. بس بشو؟ بمنقوشة زعتر. مشوار ببلش هلا. هاي وين جايين؟ وين هربين؟ وين جايبنا؟ مش هربين، بالعكس عم بركض تاوصل لجوا هلا. هيك الريحة بتعقد، ها؟ بتجنن. لاحظت؟ أنا كيف طم جاري بيلحقوها هيك؟ صار له مارك مدري كم شهر بيقول لي بدي جيب لك جيبك على محل بيعمل منقوشة طيبة. ظبطت أخيرا. نشكر الله. نشكر الله. AMPM من سنة 91، الوالد الله يرحمه هو اللي بلش يأسس، رجع خيي هو كبر وعمل ديفلوبمنت. بسنة 2015 نحن عملنا ديفلوبمنت كتير كبير. أنا ميكانيكال انجينير، رجعت من أفريقيا وعملنا مشاوي وعملنا السناك وعملنا ديفلوبمنت، بس لسوء الحظ بالأوضاع اللي صارت عملنا داون سايزينج، حفظنا على البيكري اللي هي البايونير عندنا بالمحل. So AMPM هي للترويقة والغداء هيك أصلا؟ صح، نحن نعطي 3 شفت، ترويقة غداء عشاء. أوكي، عنا المنيو بقدر نعمل سيرفيس للترويقة اللي هي البيكري، عنا للغداء وعنا للعشاء كمان الرابات، البيتزايات، البرجرز، الصابات. الفرن هو الأساس وكل شيء حواليه. صحيح. منبلش منقوشة زعتر. يب، لها الشكل. عجينتنا هي فلافي وعن جد هي البايونير هون بالمنطقة، شيء غير شكل يعني، هلا بس تدوقها you can confirm it. شو بتاكل هون؟ شو ما باكل هون؟ ايوه حلو. اكيد باكل بصل وثوم، بس انه لليوم اخدين شويه زعتر شويه. بلش انا بلش بالزعتر. كان عم بحكينا عن عجينه كتير طريه واضحه، لبنه مع خضره صار لي كتير ما اكلتها. بنلفها هيك، لك كيف عم تفرط العجينه، قديش حلوه مرتاحه. تفضل ما فيها بصل وانبسط. بحب الجبنه كتير مع بندوره، يعني بتكون جبنه كتير طريه، بحطوها شوية بندورة، بعطيها المي والجوسينس اللازمة مع شوية سويتنس اللي بتجي من البندورة. هي بحبها ساعات بنلفها بتش هيك شوي على بعضها. عندهم كتير اشياء، عندهم ديسرات، عندهم لبن هن بيعملون، عندهم اورنج هن بيعملون. طلبت منقوشة رقيقة اللي ما بيحبها سميكة، كمان بتتحمص شوي على الاطراف. وكيف ما كانت قصتها حلوة وخفيفة ولذيذة. فهمنا بعضنا بقوة. انجوي مارك. فهمنا بعض. كيف بتستحي بتروح عليه؟ بدي افتك معي اكتر. هيدي بتطلع فيها بتقول بنزعق او لا، بلش بالنص او بلش على الطرف. بعتقد هي فتلة بيمشي الحال. ترى النوتيلا كيف عم بتدوب من جوا لبرا، ملفوفة بطريقة كتير حلوة، نصها محمص نصها طري. او ماي جاد، شو هيدا؟ اشو هيدا؟ اشو هيدا؟ او ماي جودنس، فينا ناخد ثانية تنخلص؟ او ماي جاد، انا عم بشوف كيف جوا بعدها طرية وبعدها نية، من جوا من برا تحمص الدربة السخن. عجينتها روعة.
او ماي جاد بعتذر بعتذر انه رح اقبل فيهم عرفت او ماي جاد عم بدي اوقف مش بس اكلنا اخذت شويه بوشيات للطريق ممنوع نجوع اليوم يلا نكست ستوب رايحين طلوع صوب جبال صار بدها قصة لا ما انا بطلع بسافر بنوبرو بصيروا يطلعوا من مكان رح نرجع نروح عند حلاقكم المفضل اللي اسمه روني معقول نروح الصبح ايدينا فاضيين فوقفنا عند صاحبنا مون كروسان يلي بزوق يلي صار فاتح اسم الله عليه 5-6-7 فروع ما بعرف وعم بيكبر كتير بلبنان ومن هني بلش من هاد محل صغير هون 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 على الطريق ما في سيارة بتقطع ومن هون برا مكبر لانه كروسان تبعه طيب كروسان تشيز تركي وخضرة وهوني ماسترد مش معنا وقت نعمل هلا رح نشوف شو عندهم جاهز نحمل له علبة لروني وعاصي الشعر ما قدرت قلت ما بدي قلت بدنا نخفف ما قدرت صارت بيوصلكم كراسان لمعته حلوة زبدته حلوة وبيستعمل زبدة صارت بيوصلكم كراسان عايش قرشته بتحكي عنه قاعد على الديسبلاي هالقد طري جوا فيه زيحين شوكولات خفيف ما بيعلق منه معجن حسيتهم بإيدي and then flaky قد ما لازم مش على طريقة فرنسوية مش بيهروا بهرهروا بوين ما كان عجينته خفيفة الشوكولاتة تبعه عظيم تخميرته من جوا رائعة irresistible عن جد عمل شغل رائع هالزلمة برافو 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 اسمه مون كراسان وسعره كتير منطق كتير كمان قلت ما بدي قلت لا ما لازم خلص قلت لكم قبل ما فوت تاخذ وقت ما بدي بس ما قدرت ابدا شكلها لونها صورتها على الحيط تركي اند تشيز بابا برانجاك بابا احنا وناطرين روني لانه تخطص شوي بالنوم مع انه جايبين ترويقتنا معنا شي حلو صار تعرفنا على مازن مازن عامل عسل روعة شكلهم هاي مازن هلو كتير حلو الباكجينج قبلني شوي هيدا عسل ارز بينشال بمحمية ارز الشوف 100% natural ومن هيدا العسل نحن عم نجرب نعمل different ingredients different mixtures مثل super food mix هي عبارة عن سيدر هاني في بقلبها رويال جالي في بقلبها بروبوليس وفي بقلبها بولن كوكتيل شغف يس هيدا شيء اتس سوبر ميكس فور سوبر باور وسوبر بنفيتس هيدا واحد بينط على اجر واحدة من 100% طبعا نقول شيء تاني شو كمان اكزاكتلي ونحن المين جول تبعنا هو اتس ان اويرنس كامبين عملنا الهاني ان جيفت بوكس اوكي ليقدر الشخص يهدي هذا
هيدا العسل انستد ما يهدي علب شوكولا، لانه انستد اوف لورينج ذا اميونيتي نحن عم نوعي العالم ان تجرب تهدي شيء بيفيد. اسالك عسلات لبنان شو بتقول له؟ عسلات لبنان كثير منيح، من اهم عسل بينعمل عنا بلبنان، وعنا نحالي كتير، عنا نقابل النحالين، كل شيء عم بيعملوه ممتاز، بس العالم بدها تنتبه بالسوق شو عم تشتري، لأنه في شيء منيح في مش منيح، بدها تنتبه لشيء الأوثنتيك ولا شيء التستد ومعروف شو في بعض. انت هو بتاكل منهم؟ طبعا This is my favorite. مثل ما هو بياكل بطعمه، باكجين كتير حلو كتير حلو، طلعوا التفصيل الخشبة beautiful gift. ساعات حدا بيسافر من هون فيه خدلوا عسلات لبنان، تعرف انه عم بيجوا من العراق من السعودية من الاردن، عم بيجوا من المكان كرمال عسلات لبنان. exactly. بيعتبرون من الاهم ومن الاعظم، يمكن نحنا ما بنعرف قيمتهم، الناس بتركوا تجيب عسل مانوكا هاني واللي هو من استراليا ما بيعرفوا انه نحنا عنا هون. والسدر هذا كتير قريب من السدر اللي بينشال بالصحراء. كتير حلوة فكرة الباكجينج، بتكون مغطية اول شيء بتأكدوا انه ما حدا رح يفتحها، بتكون ملزقة من تحت، شكلها حلو، بتعطي قيمة، مكتوب عليها انه 100% عسل اورجانيك، نيوتريينت دنس، نو ادد شوجر، ثيرد بارتي لاب تيستد، بيستسايدز اند كيميكال فري. بيوتيفول. منبلش لونه حلو، ريحته حلوه، سماكته حلوة، سماكته كتير حلوة، سويتنس سوبر خفيفة، مثل كأنه مش موجودة، مثل كأنه هالنحلة ما بتفرز سكر، طعمة الأرض، طعمة إحساس التمشية تحت الشجر، احساس الصمغ، ما بعرف كيف تفصلكم اياه، كانكم لقطتوا هيك كوز ارز وحسيتوا بالصمغات تبعه على ايديكم. واو عن جد واو. اول شغله بعطي الهمة دائما ساعه البحر، ساعه اللي بتوق عسل بيكون كتير سويت، بيكون كتير طري او كتير قاسي، بتكون هول كومبليت بيزار اكسبيرينس. برافو معنا، طلبنا منك تحطوا سايلنت. سوبر فود ميكس، عم بتطلع بس تشوف هيك شو مكوناته. اول شغله بتلفت النظر انه فيكم تعملوه فيس ماسك. اوف خويت الفكره. exactly. فيه عسل، فيه بي بولن، فيه رويال جيلي، فيه بي بروبوليس، كلهم سوا مع بعضهم، يعني عن جد كل شيء معقول تتخيلوه بيفيد الصحه. شكله شوي مثل البينات بوتر مع الصبح عالريق. قوي اشتكي، بتروح طعمة البولان المزعجة ما بتحسوا فيها، بتروح طعمة البروبوليس المرة ما بتحسوا فيها، وإز العسل اللي بيغمرهم كلهم سوا، احساس كتير حلو، شكله مثل 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 السبريد، مثل النوتيلا. عم شو بنعمل منه ساندويش؟ طيب كتير، منه بس للصحة، طيب كتير ومفيد سوبر كتير. فأخذها معي بكل سفراتي، تضلني نشاط وحيوية والإميونيتي تضرب أطنابة وما أسخن بحياتي. مازن أنا بهنيك، الهدايا كتير حلوين، باكجينج حلو، طعمتهم كتير طيبة، اسمه عسلة سوبر ريكومندد، وما بدأ شي بتفوتوا على الويب سايت عسلة.com and you get it all. شابو صباحك. نحن صورنا عدة مرات على انستغرام بس ولا مرة على يوتيوب، بعد ما تعرفوا عليك. روني ابو ملهب صديقه لأنتوني. احلى تعريف حبيب قلبي، بحبه كتير، مهضوم لذيذ، موسيقى علمني. شو بتسمع؟ ريف، ترانس، شو بتسمع؟ كل شيء كل شيء بسمع. ديب هاوس اكيد. والعاني دايما هون بشلناها كرمال كوبي رايت، وكل ما اجي بصير عدهم، في تاتو جديد ما في تاتو جديد، اليوم عامل شيء جديد عطول عنا تغيير. هلا في قصص مخفية بتكون تحت الثياب يعني. ابدعت. كيف بلشت؟ اي سنة بلشت؟
انا بال97 كنت اهرب من المدرسه، اكيد ما بشجع حدا يعمل هيك. اوكي. بس قد ما انا كنت حب هالمصلحه وحب اتمثل بالحلاقين اللي كنت اعرفهم، يعني هني كانوا حد بيتي او روح لعندهم انا. فبلشت معي انه اول شيء قصيت شعراتي، نزعتهم اكيد. هي فن، هي اكثر من صح. يعني اتس ان ارت، بيقص شعر مثل ما بيعمل تابلو، صح؟ 100%. بس اليوم اكيد للاسف مثل ما انا بشوف حسها عم تتغير شوي. اكيد كنت بتمنى الكل يرجع للمبادئ الاساسيه يلي نحن مزينين اكثر من انه نحن قصاصين بس، لانه كمان السوشيال ميديا عم بتشوه صوره المزينين المحترفين يلي هن زملاء لي كمان للاسف. يعني اكيد انا نصيحتي للكل نرجع للمبادئ الاساسيه. رح طلعني حلو يعني؟ انت احلى من الحلو خي انتوني بلا جميلتي. نحن عم نزيد الحلا حلا اللي 25 سنه بالمصلحه، وامانه بلبنان من وقت ما كان لبنان، يعني حتى كل حياتنا لبنان بيقولوا عنه منه منيح. امانه بشغلي، امانه بلبنان، امانه في استمر. اكيد يمكن لو كنت بغير بلد يمكن كنا عملنا اكثر، بس اكيد على حساب حياتي واهلي اني ما عود شوفهم، فضلت اني ضلي حدهم. وكتر خير الله، الله رزقني اكيد في شغل. روي اذا الله راد ريبال يجي بيبي. هو مبسوط انه صبي طيقص عنده بس. صح. بطل. لا انت بطل. قصة غير شكل، وقفة غير شكل. توب نمبر 1. بحبك حبيبي. بجبال ما بدها شيء، بتجوا بتقعدوا بهالقعائد، موسيقى كتير حلوة، الأجواء حلوة، قهوة، قصة، منشفة، بروفيشنال. بخبركم أخبار حلوة وممكن تلتقوا بأنتوني عندي مثلا. وخضار خضار، جبال جبال للبحر. كنا بالجو بس احنا وين؟ زار زرت شي؟ ابدا. انت محذرك على الطريق. ما عرفت. مول هيك جرب بيت، في اطيب من البيت الصبح. اها. في اطيب من انه انت تشيل البيضة من تحت الدجاجة مثلا. تفضل يلا. انا اسمي جورج كرم. نحن بمنطقة حجولة عناية، منطقة حلوة كثير، كل شيء فيها، أهلها كثير طيبين كثير كثير لدرجة ما بيتصورها العقل. يعني عالطالع وعالنازل تفضل يا أهلا وسهلا، ما يعني ما عندهم، ما بيفرقوا بالأديان نهائيا نهائيا، ما عندهم تفرقة بالدين نهائيا. مشروعنا هون بلشنا فيه وبالدجاج، الدجاج البياض. بتربط دجاجة على شو بدي لك، بالغنج، بال يعني فوت عند الدجاجات بغنجهم قبل ما طعميهم. صدقني الخضرة اللي بحط لهم اياها بفرم لهم اياها مثل السلطة، مثل كأني عم بفرم بالبيت. ما في هيك معودين. وان شاء الله هلا عم نبلش اللعنة وندفي ندفي لنبلش نكبر. في عندي ابن بنتي اسمه إلياس، بحب كل شيء اسمه حيوان يعني، الا البسينات ما بحبها. بقى
قاعدين بالبيت، قال له لخلته بدي صيصان وبدي ما بعرف شو هذا، منين بجيب لك صيصان هلا بالليل؟ المهم وراحوا جابوا له صوص واحد وحطوا له اياه بالكرتونه بالبيت. قاعد الصبح انا ومرتي عم نشرب قهوه الساعه 4 الصبح قبل ما نظهر على شغلنا، اطلع فيه هيك والاخر قلت له هذا المشروع. قلت له يا مشروع؟ قلت له هذا البدايه، بدي اعمل مشروع دجاج للبيض. قلت يلا فليكم منبلش. وهلا بس نفوت على المزرعه بفرجيك هو هذا الصوص، ما لي قلب شيله صار ديك، ما لي قلب شيله ولا لي قلب اذبحه، لا لا، لانه هذا البدايه كان. وهيك بلش المشروع انطوني معنا. حطيت جبت كميه. هلا الكميه هي مانا موجوده لانه انضربنا شوي فيها، صار في ما بعرف رجع فيروس بالهواء ضرب لهم الرويه، اللي راح راح واللي بقي حكمته وضبطته وهذا، وهلا جددت فوج جديد هلا متفرج عليه. بس بعد ما بلش حاضر للبيض بعد بده شهر ببلش بالبيض. هودي مفقسين على القرقة، في هودي وفي هودي هود، وهذا هي البداية، هذا الديك اللي قلت لك عنه البداية. أنا إلي كرم كمان ابنه لجورج كمان أصحاب هالمزرعة. عنا هذا الدجاج الأحمر، هذا دجاج فارم، دجاج فرنساوي مهجن للبلدي، بيجي بيعطي بيضته حمرة. هذا بالطبيعة بيعطي بيضته حمرة، بس نحنا بيعطي بيضته مشكلة. هلأ بنبقى بنرجع لهنيك وبنحكي بهذا الموضوع. مريت هيك مريت هيك بنحكي بهذا الموضوع، بس نروح على المبيضة أنا وياك. عظيم. البيضة بتشوف والدجاج البيضة، الدجاج البيضة هذا هو البيض البلدي الرزي، هذا بيعطيك البيضة البيج اللي العالم كلها بتعرفها أن البيضة البيج هي البلدية. أوكي. بس هي البيضة البلدية يجولي على الأكل حسب أنت شو بتطعمي بتطلع لون البيضة. مش الدجاجة هي حسب لونه بتعطي لون البيضة؟ هذه الدجاجة اللي هي مهجنة الفرنسوية الحمراء أنت فيك تعملها بلدية على نوع الأكل اللي بتعطيه. مجرد ما أنت ما بقى تفوت شيء مواد حافظة على العلف تبعك، إذا عم تطعمي علف وبترك على الخضرة قد ما فيك، ومش حيلا خضرة بك طعمية. نحن مثل ما قالك الوالد بيعمل لهم صحون فتوش. هلا بقى بفرجيك البلاطة اللي برا على صحن الفتوش وبيكب لهم. فهيدي البيضة، هيدي البيضة، هيدي البيضة تبع هيدي الدجاجة، وهيدي نفس البيضة من هيدي الدجاجة، بس ما فيك تعرفها. نهار بتعطيني إياها حمرة، نهار بتعطيني إياها موف. إذا بتقرب معي لفرجيك في واحدة موف بيضة شكل موف طلع. هيدي اللي بيقولوا الأبيض أكتر، هيدي البيضة اللي هي الرزية اللي هون. طب بالطعم كلهم زيتون؟ بالطعم كلهم زيتون، لأنه كله بيأكل نفس الأكل كله. أنا الأكل عندي أورجانيك، ما في أي مواد حافظة. الخضرة اللي بنستعملها بتتغسل بطريقة مزبوطة، مش انه يلا دجاج كبينا له خضرة، لا، بتتغسل الخضرة وبتنعمل بطريقة بروفيشنال، بتنحط بطريقة بروفيشنال. حتى بالمأكل تبعهم عندي هذا المأكل نص خضرة نص علف. طب للوس ليش نحن يعني بالزبادك الكالتشر اللبنانية بالسقيفة اللبنانية بتبيع الأحمر وحده الأبيض وحده؟ الكالتشر تبعنا نحن مبنية على انه البيض البلدي معروف انه انت بتربي شوي صغيرة حد البيت
وبتنزل بتلم وبتشيل وبتعطي جارك وبتعطي خيك وبتعطي كذا. هذا البيض لأنه أسرع وكل يوم ببيض سهل إنك تبيعه، اللي هو البيض الأحمر. بس البيض الأحمر اللي هنك سهل تبيعه بحطوا لك مواد حافظة بقلبه ولا تسرع البيضة، يعني بال 36 ساعة بيبيض لك بيضتين بدل البيضة واحدة، وهذه كل العالم تعرفها، يعني اللي عنده مزارع وبيعرف بضوي زيادة. أنا عندي ما بضوي ضوي زيادة، أنا عندي بيقوم الصبح على طلوع الضوء وبيناموا على مغيب الشمس. مش مسكر لهم شبابيك وواضح الموضوع من فوته، يعني كل شيء عندك واضح. عندي بس هذا العضوي اللي هون، هذا بس للدفى لا اكثر ولا اقل، بس يكون مضوى هذا الضوء. بتضل تاكل شويه دجاج انتاجها بيزيد نتفه صغيره، بس مش مثل اللي بيكون حاطط عضويه كامله، يعني الدجاجه على طول عم تاكل طول ما هي مضويله، طول ما هي عم تاكل بتهضمهم بتحطهم برقبتها، هي بسموها الزقاله تبعها، بتحطهم بقلبها وكل ما تشبع بتنزل زيادة، كل ما تجوع بتنزل زيادة، بترجع بتطلع بتبيض لك بعد شوي صغيرة، بس تحمى زيادة عن اللزوم بتبيض وبتمشي. أنا عندي لا، عندي يعني نهار الخضرة بتبيض على راحتها، هيدي السياسة تبعي، يعني بتطلع بتشوف الدجاجة واقفة عم تعمل يوغا على فرد إجر. عندك اخبار كثير اذا بتقعد بتطلع فيها بتسلى بتسلى بالشغلة، اذا بتسلى منيح بتحبوها، يعني مش معقول ما فيك تعمل شغلة ما بتحبها بالنهاية، اذا فت بشغلة ما بتحبها بتنجح فيها. ونحن كتر خير الله مثل ما بيقولوا، يعني صار عندنا مشكله الفيروس اللي اكلناه، اللي هالدجاج اللي راح كتر خير الله صلبنا ايدنا عوجنا مثل ما بيقولوا، ورجعنا كفينا بفوج جديد، ورجعنا ضلينا عم نفقس على على الاميات تبعهم. وهذه هي كل عم تعلم شيء كثير، يعني رح تتعلم كثير قصص بعد. هاي أنتوني، ميشيل سلامة، شيف باتسري، بشتغل بالمصلحة من 2007، بلشت معي ككومي وقال رزقنا وصلنا لمطرح ما نحن هلأ. هلأ نحن هون بحجولة عم ندوق أطيب بيض لأحلى أنتوني على الطريقة الجبلية، فتنشوف شو بدنا نعمل لك هلأ، شي سوربريز، شي بتحبه أنت، ويلا let's do it. نركبها فول باكج، بيضات جاهزين، جايبين الشيف، خلصة مخلصة رائعة. بس انه اصحابنا ما عم بيخلونا صراحة بعد نوسع زيادة ونبيع زيادة للعالم، سو ارحمونا شوية اصحابنا تنبيع العالم ونصير قادرين نعطيكم زيادة ونبيع العالم. ثانك يو اصحابنا. ساج شوية قوارمة هون، لقمة غير شكل، ما بدها غير أبو شادي معنا هون. كيف شو هالطعم الحلو؟ يا ويلي شو هالطعم النقية الطيبة اللي ما فيها زنخة، ما فيها طعمات غريبة عجيبة، لونها واضح وحلو. إف شو هالطعم العظيمة، غير أن الشيف حط لها شوية سحر. يعني بيوتيفل، أنا شفتهم الدجاجات شو بيطعمون، كيف بيغنجون، كيف بيحكوا عنهم، كيف مصورينهم صور، كيف شفت هاي شفت هاي، بعض ناس يسميهم بأسامي وعيطلهم، بتحسون بطعمتهم. وهيدا هو البيض بدي اخده معي على البيت لاولادي، البيضه بدها شويه لبنه، قوارمة ونكزه بيض. الترويقه اللبنانيه اللي ما في منها اثنين بالعالم. شي جنون. هودي مش من قيمتكم، هودي الموجودين هلا اللي انباضوا هلا لانه سقعه،
يعني بس نفرجها لكل الناس ونبهنهم ونفرجيهم انه هول هن عندك شوي هول هن اللي فيك تدبرهم. يعني رح تدقوا له مريت وقول لكم سوري انطر لبكره، رح تدقوا له وتقولوا له ما رح يلاقي، ما في حقيقه حقيقه ما في كذب. اللي موجودين قشطوا اياهم، انا بشكرك من قلبي، وبكره ترجع البيض الدجاج تاكل فتوش تطلبوا الدجاج بيضاتكم بكره. اوكي ميرسي، الله يقويكم. انا شايف هذا المشروع غنى رائع ونجاح عظيم، البي وابنه عم بيشتغلوا شغل من قلبهم، واكيد رح يكسروا الدنيا حبيبي. قد ما انت غنشت انا رح غنجها عشان يجي عليها شرب المي. الطرقات الحلوين، وشفتوا الجبال الالوان بجبال مثل كانه صرنا هلا بالخريف، بس احنا بلشنا نوصل ونفوت بقلب الشتاء، يعني مثل كانه الطبيعه تاخرت شوي. بعدنا بجبال من حجولا، نزلنا بهالوديان اول مره باخذ هالطريق، وكم حلقه صرنا عاملين بجبال. وصلنا هلا على قد قد جبال، مش قد البترون، في محل صغير بالضيعه بتكون تقصدوها توصل عنده، بس خبرونا بيعمل بيتزا على غير شكل. صار وقت الغدا. انا بقدي اوكي سامي، انا باك جراوند هوسبيتاليتي، من سنتين ثلاثه هيك طلعت هوايه انه بلش ب اذا بدك فرن على بيتزيريا صغيره. كانت شوي الايديا ضايعه بين انه شو بدنا نعمل، بلشنا فرن وطورناه صرنا نعمل بيتزا. بيتزا هلا مش احكي عنها، بتشوفها لما ننزلها، يعني لك شو هي، كيف اخذت شوي من ايطاليان على فرنش على إذا بدك اللبناني. فالمحل هو في بيتزيريا، وفي شوي إذا بدك فرن زعتر جبناه. أنا بفتح حاليا نفتح من نهار من الصبح لسبعة ثمانية، يعني إذا بدك بعد الظهر على تنتين ثلاثة نرجع نفتح عشية. شفت إذا في قاعدة هلأ برا شوي جنين هربتها. طب الحدا بيوصل لعندك، نحن من الأوتوستراد نطلع طلوع. مزبوط، هلا في كذا طريق، يعني اللي بيعرف المنطقه في كذا طريق، فيك تطلع من الاوتوستراد، تطلع على طريق قد اللي عملناه هلا جديد، يعني الاوتوستراد الجديد على جوجل مابس بتكتبوا دو ولا علامته خمسه. يلا هير ناو التندوق، ونحط له خمسه البالي والابن والست والست والام بس بالكواليس بيقولوا ما بتحط. والفرن عنده الفرن مظبوط غاز، وبالاخر في حط بحلوه يلي بتعطي الريحه وبتعطي الطعمه. مظبوط، ما راح شبعك من ايش، عم بلس ذوقك جبنه وزعتر وصحن لبن صغير. بزيت بقى انا بحضر لك اربع خمسه بيتزا، بننزلهم بتذوق كل وحده بايت بايت بايت. بدنا نركز على البيتزا يعني 100%، بس انه اذا بتذوق من قشطه لانه كمان فيها شوي سبيسيال. اتفقنا اتفقنا، حسيت انا بقول حسيت انه راح يكون في اكل طيب قد ما في روح حلوه بهذا المحل. حسيت يلا عجينه من ايش، اذا بدك هلا بتشم ريحتها او بتدوق التكستشر تبعها، العجينه القديمه اللي كانت تاكل الفرن القديمه بس مش بسمكتها. اوكي رققنا شوي، غيرت فيها شوي، يعني بس اللي تغير انه هي صارت ارق شوي من العجينه السميكه المعروفه، بس زيت الطعمه وزيت الريحه. وهلا بتشوفها عجينه البيتزا غير شيء كليا، يعني عجينه البيتزا اذا بدك قريبه على الفرنش باجيت على الايطاليان، يعني عجينه البيتزا بتاخذ 4 5 ايام البروسيس تبعها لتوصل لنقدر نعملها. يعني حسيتها هي بالفرن، حسيتها هي عم تنفخ، حسيتها هي والزعترات عليها، حسيتها وبعد ما اكلتها حسيتها.
ريحتها رائعة، عجينتها خفيفة رقيقة طيبة ما فيها سكر، مش حاطين لها قصص غريبة عجيبة تنفخ، حموضتها كتير طيبة، قرصة الزعترات رائعة. شو هالمنقوشة؟ شو هالمنقوشة؟ شو هالشغل الصح؟ في منقوشة طيبة والمنقوشة طيبين كتار، مش معقول لكم هي أطيب منقوشة. ما في أكثر من 20,000 منقوشة بلبنان إذا عم نعد مزبوط، بس في منقوشة طيبة وفي منقوشة أطيب وفي منقوشة تستطعمه بالنفس، وين المكونات ببطئ لهم دور، وين العجين أو الزعتر، ومش هذا المهم، مثل هالمنقوشة يلي نفسها طيب، طعمة نفسها طيبة، المكونات المضبوطة، ما في شي فيه غش، الزعترات الغير شكل، الفهم بالمنقوشة يلي ملوحتها مضبوطة، حمودتها مضبوطة، حديتها مضبوطة، عجينتها مضبوطة، وما فيها حليب وسكر وخبار يمين شمال، فيها نفس، فيها شغل ست وبيت، فيها احساس، فيها اللقمة اللي بتقوله ما بقى عبالي وقف، بدي بعد اكتر واكتر واكتر. طب الزعتر نحن بنزرعه، السمين نحن بنشيله هون، مثل ما شفت الجنينة برا، والزيتون، زيتونات، ما بعرف اذا اكلت زيتون مع المنقوشة، زيتونات ما نحلى، والحبق، اوكي. هيدي هلا بلشنا التشيز، وهي عامل كلاسيك مع شامبينيو، فريش مشروب وأوليف. بالضيعة بلبنان، وفجأة سفرنا على إيطاليا، غيرت العجينة، صار في رخاوة غير، صار في تخمير على الأطراف، وقفتها حلوة، منها تاشي وما بتوقع، طعمة كتير حلوة خفيفة، والمحل كله ما عندهم بصل وما عندهم توم، الصوص تبعهم بتحسه بالبندورة بحموضتها، وماشي تاني، عجينة روعة، مكونات عظيمين. Very good job. هيدي فيها هايدريشن عالية، تقدر تطلع وترفخ مثل ما شفتها قبل. هيدي بس يعني طحين، ماي، زيت زيتون، أكيد رشة ملح. نعملها طماط وحبق، كل شيء هيدا بنعمله، الزعتر وكله بنزرعه من الجنينة اللي شفتها. هلا رح ذوقك أطيب بيبروني معقول تاكلها بلبنان. هيدي صوص طماط اللي حكينا عنها، طماط وحبق. إذا بيميز البيتزا هو إنه أنا عم بعملها من الشغل، قلت لك بالأول إنه بلشت هي مثل هوبي. يعني أنا كنت بشتغل بالدومين هوسبيتاليتي وكان عندي شغل وكل شيء، بس إنه فتحنا هيك إذا بدك مثل مش تسلية بس إنه مثل هوبي لإلي. هلا كمان عجينة البيتزا عم نعمل فيها نوتيلا مع فروتس. بيعملوا قهوة صح؟ خبرني شوي، شو بتحطوا بكعب الفنجان؟ القشوة. تغليها مرتين بتطلع مرتين، بعدين بتشيل القشوة بتحطها بالفنجان، بتطلعها بالفنجان، كل واحد بيطلع له قشوة.
يعني كلنا رح نقبض اليوم، كلنا رح نقبض اليوم. ايه كتير قليل ما شربت قهوة هيك، مشغول يعني بتقنية. شيل القشوة، ريحوا الركوة، رجعنا حطينا القهوة، ريحة عظيمة وطعمة طب. ساعات برجع بتسكر انه انا من 7 سنين ما كنت شرب قهوة. هلأ قهوة لبنانية ما بقدر بروق فنجان بالنهار. كيسكن صحتكن، تفرحوا من العايزين. اهلا وسهلا. لقمة طيبة، احساس طيب، قعدة حلوة. اوف شو حلو، نهار كتير حلو. وانتو فيكن تعملوا، بتطلعوا بالسيارة وبتبرموا بلبنان. مزبوط، الاماكن السياحية والاشياء اللي بتسمعوا عنها وبتعرفوها ومشهورة والقلعة الكبيرة، بس هو لبنان الطيب هالضيع بهالعالم الطيبين. لقمة روعة. طلعوا نحن وين؟ نحن بضيعة، ضيعة يعني، مش ما قطعت 3 سيارات وقتها ما وصلنا، وهن قاعدين وناطرين البركة والرزقة وبتجيهم وبتجي كتير. مرة تجي عبالكم تاكلوا منقوشة طيبة أو بيتزا طيبة، أنا بنصحكم فيها كتير كتير كتير. رح نكفي هلأ، صار وقت الغداء، بس غداء واحد ما بيقدي. بعد ما يأكل بيتزا قال لي رأي خدنا على حدا عنده سمك طيب. مسمكة ومطعم مع بعضهم، بس صرنا طاولات، صرنا مطعم أكثر من مسمكة. أي سنة فتحت؟ هاي السنة الخامسة هون. طيب شو بيميز سمكتك؟ شو الناس بتجي تاكل عندك؟ هي أكثر شيء نحن سمكتنا لأنه طازة يعني، كلها سمك من هون، ونحن عنا شطورة بنتصيد وكتر خير الله، الصيد ضارب وين ما كان. نقي سمكتك ولا طول؟ نقي سمكتك. منيو ما في؟ منيو ما في، كل يوم شيء لأنه سمك بلدي. اليوم شو عنا؟ حتى نعمل هيك برمي شوف في سمك بالبراد اللي ما بيعرفه. اوكي، هذا صبيدج بلدي، كلامار بلدي، هذا أجاش تركي، وهيدا غبص بلدي، عقاس حبة كبيرة، صرغوس بلدي، بلاميدا للناي، ريدس بلدي، جربيدة، مليفة، لقز. وجه خير اليوم علينا كمان، بلا بصل وبلا شوك. حسب شو عندك اليوم بالبراد وشو بيجيبوا لك الصياده بتعب 100%. يعني انا بجي لهون بقعد وانت بتفوت تعمل الشغيه، ما في منو ينقي منه. وهي السمكه النيه رح تاكل شيء من الاخر. هيدي شو اسمه؟ هيدي ابو سن. ابو سن هيدا شيء من الاخر، هلا بنشوفه بالاخر. عليك تخبرني بالاخر. حبيته لداني. انتبهت العجقه عنده، في بركه بدل المحل، في عجقه، في ناس مبسوطين، في اصحاب، في اخوه واضحه هون، وبيوصلوا اكلت وحده ورا الثانيه، ان كان بطاطا، ان كان السمك، ان كان السلاد. ويلا نبلش. شو عم تاكل؟ ليك باش حمل لك اياه. ايوه ليك باش لك اخوات. كثير لنا ناس بتطعمين. انا بقول انا ما بديش طعمي، انا بحبك ما بديش طعمي. كده خير الله. ميرسي. بس بدك من العريشه على البرميل، على الكركي، على البرميل، البرميل على الكركي، الكركي على البرميل، على الكركي مع ينسو. شو قال هو؟ اه تقديره لا اكثر. ما انت بدك ياني ذوق؟ ابو ربيع معك، انت ما كنتش تعمل دعايه وتصير تحط له النقطه ونقطه وتقول له للعالم لايكو. فرجينا مش من كل قلبي بشرف. نضاف يا ربيع، نضاف. نضاف يا ابو ربيع؟ ايه. ايش نضاف؟ نضاف عرقت. نضفت. انت شو صار لك؟ بتحط ثلجي؟ حط ثلجي.
ليش بتحركهم؟ طيب يبدو تشوف كيف الابيض عم يفوت مع بعض. شوف الابيض، شوف شوف على ذوقك. ويا 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 حلوه، كله بعد نتفه مي. الحطب كثير كثير حلو شرف ويا، بس بلس خيي. انا بشوفه عرقتهم ضعف بتبيعونا بس الاصحاب. انا بقدم لك اياهم معلم. ليش فيك تشرب اياهم؟ والله العرق ارخص من بيبسي صار. جيب له ثلج ثاني ولو كثير مهم. كيس وين 10 ريال؟ كل واحد على قياسه. كل واحد على قياسه. صح. بتبلش، خلينا نبلش من الاخف للاهم، خلينا نبلش بالبطاطيات اللي شكلهم كثير حلو. خلينا نبلش بالبطاطا. يلي مثل طعمة البطاطا تبع البيت وتبع ست. خلينا نكفي نكفي لهون. مثل ما هن ابو سن، طازة، ساشيمي، وايت فيش. بيوتيفل، ما بدهم صوي صوص بس في اذا بدكم. بعدين هذا الكلامار المحشي مشوي من لبنان اكيد، ومحشي بالشرم وبالبقية تاع الكلامار وفرطة الشقف الاخيرة. بنقص هيك، بنحط الحامض اذا بدكم. Very nice grilling من برا، طعمة الشوي وكالامار جوا بالجبال experience. Honest food. شو يعني؟ يعني أكل طبيعي خفيف قريب على القلب ومنه مفزلك ومنه مفلسف. زيت زيتون، ميني أكتوبس مقص صغير. Just perfect. خلينا نقول القعدة اللبنانية شو بدها؟ جات بطاطا طبيعي، حمص، وكسر. كسر وكسر الجامعة. والله خلينا هالبلد الرائع. هذا ريدس على العسل. عسل دبس الرمان. ريدس كمان هذا ولا غلطة. تاني بدي لك انه الاكل خفيف قريب على القلب منه مفلسف، يعني يمكن امك كانت تعمل لك اياهم هيك بالبيت. هذا هو. وصار لي كثير زمان ما اكلت بطاطا هالقد طيبة. بطاطا بلدية. كثير زمان. هلا بنجوع. روعة. اكلتك خفيف قراب على القلب، منه مفلسفين لذيذين، واحد بيجي سان فاسون. ناكل ببيتك. كويس. على قوي. اجا جايب هول وقال لي هول هول القصة كلها مثل الزبدة، بطرخ وطني. او ماي جودنس، شو هون؟ فعلا زبدة، ماشي تاني. بتحطون على لسان بيدوبوا دوبان، بيفرطوا شوية بهار، شوية زيت. واو او ماي جود، بيعطوا نشاط بشكل مش معقول. اخوات هلا التكشر تبعها بدكم تكونوا عم تحبوها، بس بطرخ بطرخ شغله كبيره. او ماي جودنس، كم فور ذس. خلصت. خفيفة نظيفة طيبة ولا حسك، مشوية مفتوحة تترك كل الطعم فيها، مع حتى طعمة الشوي جوا بتضلها جوسي ما بتكب ميتها لبرا. بيرفكت. اسمه داني ما تنسوا. خلص غدايه داني، الأجواء الحلوة، قعدة البيت، اللقمة غير شكل. صحن البطاطا والسمكة المشوية بالآخر والأشياء البروفنسال الموجودة هون وهون وهون، بس قعدة رواق. واحد بيقعد على الكرسي بيطلع بيقول ما عم بيلاقون، ما في موسيقى، ريحة سمك ما في، وناس كلها هون موجودة وقاعدة. شتوات لبنان بلشت. رح نركض على السيارة
And next, الوقفة اللي بعد. شو النهار الرائع؟ هيك واحد بقدر نهار بلبنان. عروق من الصبح لعشية وبيلتقى بهالناس الطيبين يلي ضحكتهم على وجهن وعم تكبر بتكبر ومش عم تخف. الحقني ركض بلا ما تفركش. مفتاح معك. هلو، اسمي رامي جميل، عندي بيج اسمها رامي لادر، نشتغل ميد تو اوردر لادر جودز، وانتو عندي بالبيت هلا، والوركشوب هو موجود بالبيت كمان. نحن بلشنا بالجولاي 2021 كانت هوبي، اند ذن في حدا من رفقاتي طلب برودكت اند انا عملته وقلبت فجأة صارت بزنس بلا ما انتبه، هلا صارت فول تايم. سو فت اكثر انتو لادر و كيف ينشغل أزاد ورحت أكتر على الميد تو أوردر برودكت. سو في بتجي نشتغل على ديزاين من نقل لذر تايب كولر أكيد والسايزز وكل شيء دو أزاد. بلشت بفكر براوزر وشيكوش. سو جربت شقفة جلد جربت فيها عندن صرت شوف كورسز وأونلاين فيديوز وهيك فينا وصيفة على كل شيء على اللي بدك إياه. فهلا شفنا هون فكرة كتير مهمة طبعا يضلون لام ولادي مكبوبين بكل البيت وفيها تكون جزدين في يكون فينا مزبوط فينا عم نشتغل هاتس باك باكس كروس باديز والتس ايفن منيوز ايبرونز نايف رولز كل شيء. هيدا اوردر هلا عندي ايه اوكي هيدا اللابتوب وهيدا كروس بادي وفي عدة أنواع جلد يعني في واحد ببلش من أكيد أنت بتنقي طيب بلد أكيد أكيد مش عارف يكون في عند المصادر بتشوفهم beautiful شنو very nice oh my god beautiful idea عظيمة. That's a travel chest. Love it. شو حلوة الفكرة. Great. عطى أتحداك. عود. عطى أخسر. يلا. حبيت. مسابرة ما بدنا نفل بدنا نبقى هون نطلع بأفكار جديدة منفكر منشتغل مش ضروري نجيب من برا من أوروبا ومن إيطاليا ومن غير محلات صنع في لبنان وبكل فخر. مشغول بحب وبحنان وبتقنية كتير حبيت الفكرة هدية بتاخدوها لحدا أو هدية عرس بدل ما تحطوا ليز دو مارياج هيدي دورة حلوة بعد فيه بعد فيه بعدنا بالأول بعد فيه Let's go من جبال رح نروح على كسروان عغسطة يلا وراي عرفكم على ايدي بس ايدي اليوم هلا 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 ما عنده محل فما راح نفرجيكم نحن وين كيف عم نشتغل راح يدوقني اياهم وان الله راد فيكم تلتقوا فيه بحي الله معرض راح يصير حواليكم او اذا انتم عندكم معرض فيكم تدقوا لايدي او اذا انتم عندكم فيستيفال شي اولاد يلي هن راح تشوفهم عنده المكانات اللازمه وبيعمل كل شيء ايدي كيف بلشت هوايه سلاي كنا نتسلى وصارت هي عن جد يعني صار شغلي اليومي يعني وكفيت صرت افتح سيزن لايات فريا وهيك ايدي سويت شو بيعمل؟ السويت بيعمل بوافل، ايس كريم رولز، بانكيك وكريب نايس عنده مكانات سبيسيال هلا بتشوفون يلي منهم بعتقد هو محضرهم وهو عاملهم حلوين كتير لذيذين فبهالبردات بلشت الريحة تطلع رح ندوق شي بيخبروني انه طيب خبروني هيك يلا مندوق سوا ريحة حلوة ريحة حلوة كتير
هلينك إذا بعتوا له مساجات ودعمتوه وحمستوه وهيك بيفتح محل قريبا ما بعرف. ريحة كتير حلوة. فريش لايتلي كريسبي مع بتعلق مش معجنة، فيها خميرة مرتاحة من جوا وكرنش صغير من برا. سمعتوا الصوت؟ هالتندوقة مع خزعبلاتة حضرها هيك، ركب لها شوية نوتيلا على الخفيف، الايس كريم رول، ستروبريز، بانانز، لوتيوس. شطور فعلا، شطور لازم يفتح محل وقريبا. عم بيشتغل على فوتراك صغير ومهضوم وكرفان، مش عم خبركم عنه بعدين بالحلقة اللي بعدها. هلأ فيكم تكون اكل؟ مشروم، فقشة بيضة. Very good stuff. Very good stuff. Bravo. عجينة رائعة. ما تطلبوا الدسات، ما هيعطيكم اياها. أنا ما أكثر. نهارنا بلش كتير بكير على ضو وخلص هلا على العتمة. صارت تقريبا الساعة 6 عم تشتي. طقس لبنان روعة والشتوية وصلت. صارت الحرارة هلأ 5، نحن بغسطة ونزلين رجعين صوب الساحل. مشوار روعة، ويضل في اشياء واحد عملها بلبنان كل يوم كل يوم كل يوم. التقينا بناس طيبين، التقينا بأبطال بدهم يضلون هون وبدهم يلاقوا حلول وبدهم يلاقوا أجوبة على كل شيء. التقينا بعالم عم تعمل أكل طيب بنفس بحب، عم تشتغل بضمير وما عم بتقول بغير النوعية ومنشوف ومنزعبر. وكل هالناس اللي التقيت فيها اليوم فعلاً بقيت بالذاكرة، وكل واحد أنا وفيه قلت له برجع لعندك برجع لعندك. شو هتكون بسطته بهالحلقة الصغيرة المهضومة يلي انبسطنا فيها كتير وضحكنا فيها كتير. ونحن ملدقيكم بكرة ببرمجة جديدة بلبنان بأحلى بلد بالعالم.
سمعتوا كلكم على البترون؟ كلنا سمعنا على البترون، العالم كله سمع على البترون، خاصة شو صار على رأس السنة، العجقة الناس البابيت. البترون من منطقة قديمة تقليدية لمنطقة سياحية محت، كل العالم عم بيحكي عنها، العالم فوق بعضها، البابيت، المطاعم اللي عم تفتح باب على الباب، والكل عم يشتغل. رح فرجيكم اليوم محلات جديدة، رح نعمل برمي صغير بالبترون بمحلات ما بتعرفوا. عنا حلقة الأولى والثانية والثالثة، وبرمنا مش بس البترون، بس جابها البترون كله سوا. اليوم روي وأنا رح نعمل برمي صغيرة، أكل طيب، رواق، شتي، بروديت، وبآخر الحلقة رح فرجيكم التلج اليوم وين صار على أي علو بلبنان. يلا منبلش بلقمة تسفيحة. نحن مشهورين بسفيحة البعلبكية هون واللحم البعلبكية، شباب جبناهم كلهم من بعلبك، فتحنا هون بالبترون. هو فرن أو ملحمة؟ فرن ملحمة. قد صار له فاتح؟ صارنا شي 4 أشهر. 4 أشهر، فواحد بيوصل بيشوف لحم عم تنقص؟ عم تنقص لي سفيحة؟ كله بلدات الطريقة البعلبكية. الطريقة البعلبكية الأصلية بالبترون. بالبترون من بعلبك بالبترون. حلو هيدا بعلبك بالبترون. صباح النور، صباح الفل والياسمين والقعدة الحلوة والقهوة الطيبة. تفضل. ركبت الترويقة هن مزبوط عندهم سفيحة، بس الملحمة هون يعني بيعملكم لحمة نية والكب نية وكل القصة، والشباب من بعلبك بيحكوا بعلبكي، لهجتهم بعلبكية، نفسهم بعلبكي، كرامهم بعلبكي، وهن عم بيشتغلوا بإيديهم. حسيت، سألني رأيه اللي كيف، قلت له فهمانين اللعب الشباب بروفيشنال. هاي الريحة مش عم عارف أفكر، دقيقة تركز. شو هالريحة؟ وين بدنا نبلش؟ ما بتقوم كليتهم والله بتاكلهم. اي والله ما في مجال كلهم؟ كليتهم هاو حسب ولا اجبال. انا ما بغلط مع بعلبكي. تفضل. ايش بدنا نعمل؟ هاي خبز رح يلقمني بعد شوي.
راح نبلش بالتسبيحة. شكلها حلو، لمعتها حلوة، ريحتها حلوة. واضح انه نفسها طيب. شباب خبرة، كم سنة خبرة بالتسبيحة؟ والله شي 15 سنة معنا. ببعلبك؟ اي والله. وطلعتوا من المدينة؟ نزلتوا لتحت؟ من بعلبك على البحر؟ اي والله. لك على قويكم. اهلا وسهلا. اخوات لا؟ حمضات البترون قصة كبيرة. بيشوف بيشربوا ليموناد هون. بيعصروا منيح. عجينة رقيقة. بتفرفت مثل البسكوي. لحمة طرية مع بتعلق جوسي. وبهارات صح. دقوا خلوني. او ماي جاد، حامض الميل، اللبنة وحديتها من الميل، الكريم اللي بتعبي التم، العجينة الرقيقة بشكل مش معقول. طلعونا على بعلبك الكاتشي. كاتشي اثنين هن يعني. اربع كاتشي. بتعرفوا كم نوع؟ قوارمة في؟ قربوا تخبركم. في القوارمة بتجي شقف كبيرة، يعني لحم شقف مثل راس عصفور. في القوارمة اللي نحن بنعرفها كلنا سوا بتجي لحمة مفرومة صغير، بنعرفها بتضيع، بتجي بقلب المرطبين وكلها أبيض حواليها. وفي اللحمة يلي ما كتير بلاقيها بس كمان سوبر طيبة، يلي هي اللحمة المخزقة تخزيق، مثل البولد لامب إذا فينا نسميها. تلاتتن هن قوارمة بلبنان، كل ضيعة عندها طريقتها. هون عاملينا شقف كبيرة ما كتير بنلاقيها. رح ناخد خبزة طازة، شقفة بيض. كتير حب مقولية ونفس وإحساس. شفتوا كيف كانت عم تغلي؟ لحمة شقف ليه حواليها بتصير ديب فرايد، بتقدقد وبتشد على بعضها، البيض بيغمرها. اوف قصة، قصة كتير كبيرة. ياي هرق اترك لك اياها لك. البيض المحمص مزبوط على الاطراف، طاري من هون، شقف اللحمة قاعدين جوا، هيدي الغمرة اللي مع بعضها بتحرك المشاعر. مرسي. لا لك لك مرسي. شو؟ ليه انت ما بتصوره هو بياكل؟ ما اكل كل شيء هو بيقلع طلع هيك. ولا وين اللعبة؟ اوكي. جديد هيك. قوم نبدل. يلا. عملت غلطة اليوم. ما قلت تاكل بيض بلا اللبنة من أي متى؟ إيه مظبوط. شوف كيف بياكل. حط أول شيء اللبنة، بس بدنا شيء نحط فيه لبنة. خبصة نعمل هيك. سوري. لك صحتين. بدي اكل ناي واكتشف النفس وطعمه طيبه. بدي اكل كشك على الطريقة البكية مع الشقف القوارمة الكبيرة واللحمة الغير شكل، لمعتها حلوة، بندوريتها حلوين. أو بدنا نكفي على البيض أو بدنا نكفي على المكدوس. لا ضعت، كلهم شكلهم بشحلة وكتير طيبين. هون شو عنا؟ كشك القوارمة. ألف مليون. مش عارفكم اطيب من سفيحه، بس انا هيدي لازم تطلبوها كمان. سموا المحل سفيحه وكشك بلدي. شي كتير قوي، كتير قوي. يلا يا رويل، البرنامج كتير طويل اليوم. يلا
روي نكست وين جيبنا؟ جالات دور. اوكي. جالات دور بيعملوا لها اطيب خبزه للبرجر. اها. بالمحل الفارمجر. اوكي. اليوم ما رح فينا نشوف المعمل لانه فتحوا شوروم جديد وفي هيك شويه عجقه وشغل، سو رح نجي ندوق الفرن وندوق السويت. هلا اذا رجعنا زبطنا على المعمل بنزبط، اذا لا غير مره. جالات دور فاتح على الطريق بالبترون، بالبترون بتروح على الطريق يعني جدبره بجدار في الجرد قبل الرجي دغري. لنشوف شو عنده. هاي هول انت بتستعملهم؟ عندي فكره، كان اتاكد انهم طيبين وعندهم هون شاكوتري فرماجري والعده كلها وعندهم فرن، شو رايك ناخذها نفتحها وبعمل لك ساندويتش جبنه وجامبون عزوقه بهول؟ يلا فرن نار كل المعطيات موجودين. طعم بدي 4 ترانشات جامبون للاكل غير شكل يكون مدهن هيك، وباخد 4 ترانشات كمان ايمونتال باب اول. شيل اياها مظبوط كريمه لبنه كتير خضرة عجينه طريه منبلش منوشه تعطى طعميك الساندويتش خبزه طريه واحده الي واحده الي لما تحترق من تحت رح نحط الصينية هيك ما تشلدع وتحترق من تحت دور الجبنة دوبنا الجبنة بلا ما نحرق الخبزة سخنا الجبنة سخنا الخبزة غمسناها شوي بلا ما نحرقها مسترد ونسكر الجبنه عم بتدوب من وين ما كان الجامبون استوى شوي شويه مايونيز شويه موتارد البندوريه بتعطيها الحلاوه اللذيذه والسقعه دوق خبرني دوق وخبرني دوق شي خوي طيب رح نكفي برمتنا لما نكتر اكل
اوكي نحن عندنا باتسري وبيكري، نحن بنعمل كل شيء انواع خبز وحلو، في عندنا السوفت بريد، في عندك الهارد بريد، وعندنا هون كل شيء السواريات البيتي فور، كل شيء السكشن نحن بنعمل، فيك تشوف الاكلات فوري يعني في شغل اللي انتم هون بتفرجوه، في كمان بتبيعوا للمحلات اللي حدا عنده مطعم بده ساندويشه بده نعم برجر بالمبدا. هلا هذا كل شيء نحن هالوجه كل شيء نحن بنعمله، من كل شيء مثل انواع الكيكس البيتي فور، البقلاوه عندك المعمول، فيك تشوفوا الاكلير، الروشيل، تشيز كيك، الفريزيه، كله موجود عندنا. انتوا ناشطين بالبترون عم تشتغلوا بالبترون، الناس لهاليوم بتطلع عند حدا بتقول له بترون بيقول لك سهر وشرب واكل وبدكي، بس البترون اعمق من هيك. شو هي البترون وقديه صار لكم عم تشتغلوا تتحكوا عن سقفتها وتراثها وتاريخها؟ هي البترون اصلا مدينه حلوه كتير، ما نعمل شيء زياده غير انه اذا بدك غنجناها حلو اوكي وفرجيناها بطريقه حلوه، بس من كل اللي يشتغلوا للبترون وكل اللي بعدهم عم يشتغلوا واللي بدهم يضلوا يشتغلوا من لجنة مهرجانات، من جمعية التجار، من البلدية، من كل شيء بيصير من نشاطات بتصير. اليوم اللي بيجي على البترون شو في يعمل؟ شو لازم يركز؟ أول شيء بكفي إنك تتمشى بالمناطق القديمة وتشم الهواء، وفيك ما تفوت على ولا مطعم، وفيك تفوت على أحسن مطعم، وفيك تفوت على كل شيء معقول تقدر تشوفه بالبترون، ومن أثرات، من كافيات، من قعدات، تاخد بيسكليت، تاخد أرنبوزة، كبيت عصير. خبرني شو عن الصور تبع البترون اللي انتو عملتوه انتو خيك، وخبرني شو عن دوكيمنتريز عم تحضرون هلا. نحن ولا مرة الا ما بنضل نفرج البترون بالصورة الحلوة بالكاميرات، كان فيديو ولا كان فوتو. وهلا من يومين خي ربح جايزة بنيويورك خاصة بإكزيبيشن عمل مع مهرجانات البترون عن كل الشخصيات بالباترون، هو بورتري بلاك اند وايت، ربح جايزة شيء عن الطبيعة نيتشر، ربح جايزتين. ايه دوكيومنتريز عم نعملون، وين رايحين؟ هلأ رايحين عند عم جرجي مبارك اللي هو حدا خلق بالباترون وبعده بالباترون الله يطول بعمره، اللي هو كان يبقى يحفر وقت يصير في حفر للطرقات القصص الصحية والكهرباء والتليفون، كان يضل على طول يبرحش تحت الأرض ويلاقي أثرات، وجمع كتير وسنين وبعدهم عنده وبعدهم محافظ عليهم، منه قابل عم جرجي إلا ما أنه ينعمل متحف بالباترون وهو بيعطيهم لهي المتحف بالباترون. فهلا هو بخبركم وهلا بتشوفوه. ناس كلها حكيت عن الأخوين بصبوص، فنزل نحن نعملهم نسميهم أخوين جمال، يلي حكي عن حكي عن اللي عملوا صور، يلي حكي عن البترون، يلي صور البترون، يلي شهر البترون أول كروس، فتشوا عن شغلهم حلو كتير. هذا هو عم جرجي عملوا أول نايت كلاب بالباترون، أول باب بالباترون العمل هو التايجا اللي منعرفها بالسوق. لا هي أيام الجد، أيام الباي، يعني بيو لأميل عملوا تايجا وعملوا ليسبا. هي ليسبا واو. أوكي بقى هلأ بننزل منشوف هذا النايت كانوا يسهروا فيه أيام الشباب والصبا تبعهم. ليسبا أسست عن بتيوس في الدرزي. أوكي ورجعت صارت هون طون الدرزي، وخي أودولف وباتريك فيريس. أودولف خي بيعرف البلد، ما عندهم محل هناك، طلبوا مني انهم ياخذوا هون ويعملوا بالابو. اوكي بعطيتهم وساعدتهم يعني وعملوا العمايل. بدك الكارت تبع الليسبا، كارت العزيمة تصوروا بعده موجود. ما بتكب شيء حضرتك، ما بتكب شيء. كان في عندي صديق اسمه كنعان نجم، كان عنده مكسرة، بحث وكنت صلح له، وكان زلمة أمي بزكي. نزل مرة عن توفيق لواندوس تيشتري غراض، افترى قال له داش حقهم يا عمها، قال له توفيق كذا، قال له ما ننش غاليين
قال له لا والله عم هات السيارة. قال له أنا ملاقيهم غالية رخصت إياهم. قال له ما فيش هات السيارة. إيش قال له توفيق الكنعان؟ قال له منين أنت يا عم منين؟ قال له من الد. قال له وين بتحكي ما الد؟ قال له يا ابني ما بريح ويفرك توصلت ليا. صفن توفيق هيك. قال له أولك إيش بيقصر؟ قلت له عملك حمار لك حويفر. لك أكثر من هيك. قال له زكي هذا. هيدا أول بوب كلاب يلي هو بالبترول. أي سنة؟ قبل هون بسنتين 1967. شو كانت كم ليرة؟ 10 ليرات. عالكوب عالكوب العشر ليرات. وهيدا عزيمة فشغل شيل العشرة ومضي تحتها مثل تزبيط تشيك. من شكل سفينة شنائية. كان في مغسلة هولي كسروها. هذا باربيكيو خروف، جبنا خروف كامل حطيناه وصرنا نشكو. جبنا واحد من طرابلس لبسناه الأبوعة البيضاء صار يشكو الخروف يقص ويعطي الناس، واللي بده بيرة يشرب بيرة واللي بده بيد يشرب بيد. كانت سهرة للصبح، ما عادش حدا يعرف لها من يجوزها ولا من يمرته. وإذا يا ريت بعد عندي قالوا قد ما شربوا قالوا صفوا بالستيان قد ما شربوا. كانت سهرة من العمش. جرجس توين مبارك من البترول مواليد 36. هوايتي الأولى كانت الميكانيك وجمع الأثار. عندي مجموعة أثار يعني جبران باسيل داخل فيها، ما كانش مفكر إنه عندها المجموعة هيدي. ومديرية الأثار شافوهم بدهم إياهم معطيتهم، قلت لهم بدي أعمل متحف بالبترول، الأثار بترول ما حدا عنده إياه غيري. تنازلوا عن طلبهم يعني لأنه ما عطيتهم فيهم. وقت اللي عملوا لي الشباب لسنة جميل عملوا لي فيديو بالفستيفال تبع البترون عن الأثار، شافوا معالي الوزير كتير انبسط وبلش بإنشاء متحف بالبترون السرايا القديمة. هل عم يلقشوها؟ بيعمل فيها مكان. وما فيش دولة أجنبية إلا أجانب. تهنئة على الفيديو من برا. هيدي بالنسبة للبترول، البترول قديم كتير. وعندي البترول اسمه بالروماني بوتريس، معك خبر هيك شي؟ يعني عنقود العنب. وأنا حصلت على تمثال بيمثل البترون ما حدا عنده اياه مش بلبنان بالعالم. فرجيك عليه اكيد بنشوف. هيدا تمثال معدني حصلت عليها من احد بيوت البترون القديمه الاقبيه. سرقته سرقه للحقيقه لانه اللي بيسرق قطعه اثريه حلال، احسن ما حدا يسرقها لبرا. تفضل حامل عنود العنب. هي بيمثل البترول. في له تاريخ، له عمر، له وقت، له قصة. والله شوف إذا بتقرأ شي هون.
اول شيء كثير كثير ثقيل لانه معدن. اري شو يعني مش حدا من لبنان عامله؟ اكيد لا. معه المقص السكاتور عم بيقص العنب. عم بيقص العنب ولقط وحده بيده. ولقط عنب بيده. لكن الباترون هي بوتريس او العنب. انا اقول العنب. وهيدي قص هيدي من هونيك بنبلش نفهم اهميه هيدي المدينه واسمها الاساسي. صح. خبرنا عن قصتك، انت كيف بلشت نوعيت نهار وبلشت تروح تبحش؟ كيف جمعتهم؟ انا عم بقول لك هوايتي من الاساس بحب الاثار. وقت اللي اجوا بلشوا بالحفريات على مشروع مية الشفة صرت ماشي معهم على الحفر، شو يطلع لمه شو يطلع لمه. وجمعت مجموعة كبيرة ورجعوا كمان تليفون اجوا كمان جمعت مجموعة كبيرة. هيدي بتشوف الخابية هونيك، هيدي خابية خمر رومانية، لأنه كل واحد عن يعمر طلعت بينت معه. بتلفني بيقول لي يا عم جيرجي هون في عندنا خابية عشوفها. رحت لقيتها مكسرينها. ليش كسرتوها؟ قال لي شغيل سوريين عم يشتغلوا كسروها واختفوا هربوا، كان فيها شيء أخذوا وهربوا. جمعتها أنا جبتها شوف جمعتها وحطيتها. هيدي أحدى الأسرار، بس إذا بدك فرجي كتير أسرار. طيب اليوم المجموعة وين؟ هون المجموعة هي عند ابني، عند ابني شاري شقة بس بينا. المجموعة كلها بالعلب فوق. نخبيهم كلهم؟ ايه بدي نضبهم لأنه بدنا اياهم للمتحف. بنعمل فيها متحف بس للباترون، متحف باترون يعني قصة الباترون من الأول. بس للباترون. باللي اكتشفتهم قديش فينا نرجع بالتاريخ اليوم لقصة الباترون؟ الباترون أي سنة بلشت وكيف مشيت؟ الفينيقي 3300 قبل الميلاد. لأنه أنا كمان عملت سفن فينيقية حربية و برونزية قلتها وشفتها عملتها منها وبعت منها كتير. هيدي هدية رئيس الجمهورية من عندي. كبرها إذا بدك، وإذا بدك تشوفها يحي موجود. هديها لمين؟ هي رئيس البلدية ورئيس عضو من الاتحاد. أوكي. فلكن بعت منهم أربع سفن، سفينة ب4000 دولار. كتير شخصيات أخذوا، حتى أخذوا واحدة على فرنسا صندوقها أخذوها على فرنسا، ما صدقوا إنه في عندها المجموعة هاي. باترون بلشت 3300 سنة قبل الفينيقيين. الفينيقيين بعدين اجوا حضارات، اجت حضارات بعد الفينيقيين، اجوا صليبيين، اجوا رومان. يعني ما بعرف هالقد التاريخ. انا انت باللي اكتشفته، انا عم بحكي باللي انت شفتهم. فينيقي رومان. كيف شفت الباترون عم تتطور؟ فينيقي رومان. فينيقي رومان. مين حفر السور؟ الفينيقيين. ما هو بيقولوا السور الفينيقي بالباترون. الفينيقيين كانوا تجار، ما كانوا جماعة عصابات مثل الرومان. كانوا يحاربوا الصليبيين، كانوا يحاربوا الفينيقيين، كانوا تجار. وكانوا تاجروا أكثر شيء بالأقمشة والصباغ الأرجواني، مع خبرها. وفي عنا شخص بالباترون رابطي هون عمل الصباغ الأرجواني من بحر الباترون، جمع الصفضة اللي اسمها البيراكس اللي بيقلبها الصباغ الأرجواني، وعمل أنتج الصباغ الأرجواني وتاجر فيه وعمل مصريات كتير. صوفه بالبحث الظلاط اللي بيقولوله. ما كان في بلاط، ما كان في زفت، ما كان في بازال. وكانت أبوابها القديمة الخشبية بعد في منها لليوم. كان شعبها كتير قريب للقلب. مين ما يجي أجانب يحبوه ويتواصلوا معه. وبالنسبة لهالوضع اللي كانوا يستقبلوا البتارين الغرباء مع بعضهم، سموا الباترون، قالوا الباترون عمرها حلوانجة. شو يعني عمرها حلوانجة؟ لأنه الحلوانجة كريم،
بضيف مضيف، كنا نستقبل العالم بهالكترة. هلا بقولوا أول أوتيل كان فوق حد سكة الترين؟ أول أوتيل لا، أول أوتيل كان اسمه أوتيل ناسا، مش حد سكة الترين، كان بمنطقة الحددة. بقولوا له أول أوتيل، أوتيل ناسا هذا كانوا بيجوا ينزلوا فيه ناس. ورجعت كمان بعض البيوت، الناس بدهم يقعدوا يوم يومين جمعة، بعض البيوت تستقبل هالأشخاص هؤلاء، واللي يجي من عشر قلب يروح. مثل هلأ، هلأ العالم بيجوا لأنه ما لهم قلب يروحوا. ليش الليمونادة؟ ليش الليمونادة؟ ليش الليمونادة؟ لأنه كان في واحد البانور متوفر فيها كتير موسم الحامل، بشوف بدهم يعملوا فيه، بدهم يكبوه، صاروا يعملوا ليمونادة، بيعوا الأهالي بالبيوت، وصاروا المحلات يعملوا وبيعوا. أول شخص عمل ليمونادة بالبترون شخص اسمه محمد عبد الرحيم، عمل ليمونادة ويع ليمونادة، وإجوا بعد منه أكثر من شخص صاروا يعملوا ليمونادة. بالنسبة لمحبتي للبترون، أنا كان في مؤتمر البترونيات، كل واحد عم بيحكي كلمة، وكان رئيس البلدية والوزير، قلت لهم يا جماعة أنا في الدم بترون بوزيتيف، زقفوا لي كله. ورجعوا كتير اخدوا عني نفس الكلمة، وعملت رد للبترون، قلت يا بترون فيك حواري بتسبح الرب الباري، الله قاعد بالجنة وحبك وضوع ساري. فأنا عملتها للبترون. سهلة، ما في مثل بيتي بالبترون على البحر. أنا بتصيد على البلكون، بتصيد سمك على البلكون، البحر تحت مني دغري، مش إنه بعيد، دغري بيت كتير حلو. يا ما أجوا بدنا نشتريه الألوفات والملايين. نحن رح نكفي برمتنا هيدا، منحطها هون تمام، نوقعها وإن شاء الله ملتقى عفتتح المعرض قريبا. عجبك الحديث كتير؟ اهلا وسهلا فيك. شكرا مدام، ميرسي. هول هن حامين لبنان، هول هن اللي حامين قصص لبنان وتاريخ لبنان، هول الاشخاص يلي فيهم بركه وفيهم روح، هول العالم اللي بنلتقى فيهم ان كان بالضياع ان كان بالمدن، بخبروكم عن لبنان الحقيقي، عن لبنان تبع جدودنا، عن لبنان التراث التاريخ، عن لبنان القصص، عن لبنان يلي ما بيموت، عن لبنان البلد الرائع. نحن بترون، بترون بنهار رواق، بالليل بتعجق بتسكر الطرقات مع عالم فوق بعضها، اكل شرب وكل شيء، بنهار رواق. وبدعيكم تجوا تشوفوا البترون بالنهار، غير اختبار، غير اكسبيرينس. شو يا شاب؟ صبرتوا معلم؟ لا أنا أقول لك خبرونا عن محل بسوق القديم، حد أهنس، حد العجقة الكبيرة تبع البابيت، اسمه الكابيتال، البيتزا بيلحكى فيها. وصلنا.
وين صارت البيتزا؟ وين صارت هالبيتزا؟ غطشي على الطاولة ريحته كتير حلوة. غطشي على الطاولة ريحته عظيم. خبز طوطارية مفضية وبقلبها بهالطقس الحلو والشتي والشوبات والساعات بروكولي اند تشيز. A very nice soup. حامضة شوي هيك دسمة شوي بتدفي كتير. Very refreshing. هو perfect setup. Perfect setup. بتسمع الصوت الشتي؟ Perfect setup. No garlics, no onions. أيوة صار وقت الجد. عنده بيتزا الكراست تبعها سميك محمص كتير غنية من جوا. بدها صورة ومنطحش. خلينا نبلش بالأساس. Very simple. Tomato and cheese. مارغريتا. عجينة رقيقة. ريحة كتير حلوة. كرانشي على الطرف. And spongy. رقيقة مزبوط بس منا تاشة. Very intense acidic tomato sauce. And fluffy and spongy. Nice crust. الباترون عنده بيتزا تليانية أصيلة جديدة. بتفتح على الغداء وبتفتح على العشاء. بالقعدة الحلوة وبارميت والدرينكس والبوبز بتجوا بتفقع وحدة هون وبتكفوا تمشي بالسوق. تاني وحدة سون دراي توميتوز، هام، بيزل، مشروم، أوليفز، فعلا رائع. طلع مكونات قدي غنية قديش كريمة. طلع كمية جامبون فيها لوفلي. توميتو صوص عظيمة. رح اطلب من الشيف يعمل لي باستا فيها قد ما طيبة. صحن حلو عالي غميق كتير حلو الصحن. كتير كتير حلو الصحن. بقلبه شقف الدجاج بلا توم باستا شوية بارميزان على الوجه. Let's dig in. طلعوا الكمية. Family size. وش مبين أول شيء الباستا منا ملبسة على بعضها. بعت الهم أخذ chicken alfredo وين ما كان. لأنه بيعملوه على الطريقة الأمريكانية. كله مخبص كله ملبس. هون أبدا. وحدة حد التانية. منهم ملزقين على بعضهم. منهم مقصقصين. تاخدوا شوي بتلفون على طرف الصحن. بتخلصوها بشكة وحدة دجاج. بتنفخوا عليها تما تحرقوا لسانكن. بتوقفوا مع الإعلان ونرجع بعد شوي. يمكن هيدا أول شكل أفريدو بكلها مش مخبصة على بعضها. الدنتي دجاجات طراية مش ناشفين. الكريم خفيفة مش دلعة. بيناتنا كنت خايفة. كنت نقزين وكنت عتلين هم. Very good job. ترى كيف تلقط على بعضها. Amazing good job. برافو. هلا تنبلش لكم أنا هول الصحون رح أجيب منهم على البيت أكيد. من بعدها مثل ما خبرتكم طلبت من الشيف يستعمل زيت الصوص تبع البيتزا. ويفوت على المطبخ ويعمل لي باستا كوكت الدنتي تحس بطعمتها العظيمة. مثل ما شايفين عملهم مزبوط ما قصقصهم ما لزقوا على بعضهم. أنا وعم بخلطهم عم بطلع ريحة البندورة كتير حلوة كتير كتير حلوة. حط لها شوية بارميزان على الوجه. لفة حلوة. اف شو طيب. رح فوت اسأله بندوريته من وين؟ صحونه من وين؟ الباستا تليانية شغل صح. الله يقويهم وبيستاهلوا.
واكيد رح ارجع انا ومرتي واولادنا. ناكل باستا كل يوم كل يوم كل يوم كل السنه، بكره دور وعشيه من بعد المنقوشه. فعلا رائعه البيتزا، روعه الباستا روعه، حتى اخذتهم معي فيهم على الطريق او اخذهم على البيت، فعلا طيبه. توميتو صوص عظيم، النفس اللي موجود، الشفيه اللي اشتغلت، في شيف على البيتزا، شيف على الباستا، الاونر اللي كان معنا بس ما كان بده يتصور، عم بيعملوا شغل عظيم مزبوط. هو بمنطقه سياحيه، فيه بار باب، الناس عشيه بلا بالدرينكس والعجقه والضجه، بيستاهل تجربوه لانه طعمه اليانيه توب. بعتوا ورا الشيف قولوا له برافو، شغل صح كابيتانو، اكيد رح ارجع. برديت حلوين، شتوية غير شكل، حرارة تقريبا 10-11، شميني صار بدك كيس عرق وقاعدة حمص. قلنا هون 6 سنين. 6 سنين؟ نعم. اللي بيجي لعندكم شو بيأكل؟ بيأكل من أطيب الأكل، بالأكترية نحن مشهورين بالفواحش يعني. لبناني بامتياز، لبناني ضيعة، لبناني ضيعة أكيد، وفاميلي. احنا كل يوم تفتحوا غدا عشاء؟ ما منسكر ولا نهار. صالة صيفية صالة شتوية؟ صالة صيفية شتوية فوق. يلي بدي يجي يقصدكم على شغلة واحدة كتير طيبة، شو بتعمل؟ أطيب شيء عنا؟ قلت لك كل شيء اسمه فواحش مشهورين فيه يعني. يلا منبلش. ايه منبلش سيف البدك منبلش. قاعدين بلا أكل من الصبح. بس أكيد منأكل بالأول لقمة الميزة المعروفين فيها من قديم وجاي يعني. سلامات على المبنى. جاي اعمل لي كبسه، شو عم نحضر؟ هيدا الست مارتا. انتوا عائله عم تشتغلوا المطبخ مثل ما بتعمل اولادي بتعمل هون، مثل ما انتوا مثل مطبخ البيت مطبخ هون، براد البيت، قعده البيت، اجواء البيت، نظافه مش معقول. قد ايه صار لك تطبخي؟ 15 سنه. روعه لك صحن الحمص عم تطلع بدخنه منه. شو هالجمال؟ سهلا فيك مطعم الخوابي. تشيرز. مطعم الخوابي جيران مقصود من 17 سنة ورا، مش جديد يعني. لأنه أنا إلي 22-23 سنة. أكيد معمولين من نص ساعة، طراية ودافين، حمصات زيت شي أساسا من وقفته من البرغل تبعه مبين معمول هلأ من شوي، بعد ما سقع كفاية وورم فريش، بطاطا قصيد، شفت المدام جوا، شغل بيت ولا راح ولا أجا.
بتلحق على كل هالزبونات صارت بيجوا الويكند؟ شو لك هين؟ مرتاحة وضعي. ما أحلى شيء. ما شايفك أنت بتعطي التنظيرات جوا وهي بتشتغل. عيناتنا على. كل شيء عم بياكله طيب. إن كان البطاطا، إن كان ورق عنب، إن كان الحمص. كل شيء عم بياكله طيب. خبرنا عن الناي. قلت لي الناي عندكم بيقصدوكم وين ما كان. الناي مقصودة. يعني بتبرم الكون نكهة لون ترتيب نظافة ما بتقي مطرح بالني الموجودة كل يوم بيوم ما في تابلتكم طيبة كتير فيها طعم فيها حموضة فيها سوسيت كتار فيها حياة فيها كرم الأكل كرم يعني نظافة مهمة بس بدك كرم بالأكل تطلع طيب واضح لحمتي بجيبها مميزة يعني في شغلة انه انا بنطر تجيب لحمتي اوكي مش بوصي شلي لحمة انا بدي اشوف اشني عنجيب لحم والفتيلة مفهومة الفتيلة بدها تكون يعني من فوق يعني الكار تبع الفتيلة مش من كعبة للفتيلة مشان تكون طرية طيب كتير والكافتة على الصيخ ما بتقبل غلط من منظرها بتعرفها كله هون يعني اللي عم لاحظه انت ومرتك وولادك كلكم هون كل واحد له دور باللي عم بيصير ابدا 100% 100% نفسها روعه لحمتهم طيبه نظيفه ريحتها حلوه ما بينقال شيء حبيبي صار وقت الجد ايه على طول هون عندنا السوداء مع دبس الرمان طريه خفيفه عايش فيها الريحه الحلوه يعني محشيين لدرجه فقعه شو هالريحه الحلوه خفيف ما بيعلكوا طافيين بحامض ما بينقال شيء كبه بتقرش من برا خفيفه لحمه مفرومه وحدة طازة تنحسها وحدة مع حمص بلا مجاملة ولا غلط شو هالأكلات حبيبي روعة ايه تفرج علي تفرج علي باكل وحدة انا خلصهم حمصاتهم زيتاتهم كبتهم لحمتهم فهم بوشكايكم طب لوكس عائلتك كلها حبيبي اهلا وسهلا خلص بقيت الاخلاق خبرنا عن بزائتك سبيسيال يعني انا بزائتي سبيسيال لانه اول شيء طريقه عملهم مميزه جدا 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 يعني بزائقه عنا تطلع لوحدها ايش ابدا 100 بزايقه 100 سحبه من اول لاخره لانه عنا طريقه ما حدا عنده اياها بسلق البزايق عظيم طيبين تنفك حمضها فيها زيتها فيها بلا توم مش محطوط شيء تغطي الطعمه خفيف ونضاف ما بيعلكوا وشغل صح هل بدك دوق الفويرغ؟ اوف فويرغ اول شي صغار بيفكوا دغري ما مغطوا ابدا شو هالعظمة؟ شو هالفويرغ؟ ما بيعلكوا ما بيمغطوا ما بيقعدوا بين السنين رفيع خفيف منظفين مزبوط ريحتهم بتفتح القبلية ما بدهم شي وإذا بدكن عصية حامض طب ليه خبرني سر من وقت ما قعدنا عم بتخبرنا عن هالأكلة العظيمة وأنا عم بوافق نعم وبتقلي أنت بتعملهم بس أنت قاعد هون
انا قاعد بوجودك كرمالك. العائله كلها بتشتغل، المدام، الشباب، عن جد عندكم شيء كتير حلو، كتير بيفتح القبليه، كتير عظيم، ما عم بقدر اوقف. فويرغات بينلعب فيهم بالايد، ما فيهم صمغ، ما بزحطوا، رزيت بيدوبوا دوابين ومش ملبسين على بعضهم من جوا. لا واو، يعني زبوناتي انا بيحجزوا الفوارع قبل ما يحجزوا الطياره 100%. انا يعني بكون جاي على لبنان بيفكر بالفوارغ قبل ما يفكر بالفيزا بالتيكت تبعه، بدق لي حضر لي فوارغ انا نهار اثنين بكون بلبنان، شنطه بعربيته بعدها وخلصت، شنطه بعربيته جاي ياكل فوارغ بعد ما نزل اغراضه من السياره. هات نطير سوا بقرشه، بقول لك كيسك هلا، بقول لكم نرجع نشوفكم. اهلا وسهلا، الله يخلي لك هالعائله العظيمه حبيبي، خلي لك عائلتك. تشيرز. يعني كل شيء عندكم وطني اصيل وللرجيم. خلصنا الاساس، وصلنا على المقادم. يا ويلي المقادم شغله، المقادم تاخدون بتشيلوا منهم العظمات او بتمصمصون تحت اسنانكم، هول مع فته مع بيضتين، اوف، مع جات لبن. يا ويلي شو طيبين. لا مش معقول، فيهم نفس، فيهم سحر، فيهم طعمة طيبة، فيهم نظافة. مش هو البطل، هي هونيك. Thank you. باي باي. باي باي. هلا صار وقت نطلع نفرجيكم التلجات وين واصلين. ما معنا فور ويل، معنا سيارة، كهرباء، ما بعرف شو وضع التلج، فرح نوصل على أوطى نقطة فيها تلج حتى لو بدنا نسوق ساعة ونص. بس عم فكر يا روي، يعني هالجمعة كلفتنا كتير كتير غالي البرمة، كل يوم كان بدي سويت لأنه صار فيه عليها زيت. يعني طلعت القصة مكلفة منيح، مكلفة منيح. يلا أكلنا أكل طيب، اليوم كان نهار رائع، تعرفنا على ناس كتير طيبين ومحلات كلها جديدة، كل واحد منهم فيهم خير وبركة. مشوار طويل، موسيقى وأجواء حلوة، من هون على التلجت. حرارة 3.5 بس، عم بتشتي مظبوط، نقطة صغيرة يعني في تلج على العالي. وصلنا على حصرون بشري وما في تلج، مبين تلج على الروس فوق فوق، بس حتى بالأرز الصليب ما عليه تلج. رح نكفي لأنه بنعتقد أنه عم تتلج، فتا نعيش الإكسبيرينس هيك. وصلنا الكهرباء بعد فيها 57% بتطلعنا وبتردنا، مشوارنا بكفي. بتاريخ 14 كانون الثاني جانيوري 2023 على علو 1700 بلشت تتلج. رح نعلي 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 يمكن نوصل تقريبا صوب 1009، بتزيد الحرارة، نزلت عم صار 2.5. اول ما توصل على الصفر رح اطلع الابرم وارجع ننبسط بالتلجيات. نقل الأرض الليلة، لازم تغطي ابيض، بكرة الصبح نوع على تلج حلو وبتبلش شتوية بدنا.
صدق بمون دلاش.